بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من يستفتونك. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الحجاب عفة وطهارة وتسليم لأمر الله عز وجل، كما أنه صيانة للمرأة المسلمة من الأذى كما أخبرنا القرآن الكريم. وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا جميعا، فإن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله هن قدوات المرأة المسلمة. عندما نزلت عليهن آية الحجاب سلمنا لأمر الله مباشرة دون انتظار أو تلكؤ، وهكذا يجب أن يمتثل المسلم لأمر الله تعالى، سواء فهم الحكمة من هذا الأمر أم جهلها. يكفيه فقط أن يعلم أن هذا الأمر من عند الله فيقول بلسانه وبقلبه: سمعنا وأطعنا. الحجاب باب لإرضاء الله عز وجل وطريق المسلمة إلى الجنة بإذن الله، لكن السؤال هو: ما هو الحجاب وما هي أوصافه وكيف يمنع الحجاب الأذى عن المرأة المسلمة؟ حول هذه المسألة، مسألة الحجاب في الإسلام والحكمة من فرضه، نتحدث في حلقة اليوم من يستفتونك مع فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لكن بعد هذا الفيديو التعريفي بضيفنا الكريم. عودة مرة أخرى، أهلا بكم مجددا، ونرحب بفضيلة الدكتور جعفر الطلحاوي. مرحبا بك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الحبيب الأستاذ طارق والإخوة الأحبة في الإعداد وفي الإخراج وفي الإنتاج، والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة، حييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا، الحجاب في الإسلام، ما هو الحجاب وما هو حكم الشرعي، فرض أم واجب أم سنة، ما هو الأمر؟ وضح لنا هذا الأمر. حاضر، تفضل شيخنا. الحمد لله، كل واحدة من لمح البصر في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرمد بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فاكتب لنا يا ربنا مثل هذا الحمد حتى نكون أكثر خلقك لك ذكرى وأعظمهم لك شكرة وخشية وعندك قدرا وأجرا. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها منة منك وكرمة، كما قلت وقولك الحق، وألزمهم كلمات التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل واحدة من لمح البصر في علمك في ملكك في دوامك، أكمل وأتم ومنتهى ما في علمك من العدد والمدد والوزن والملء، في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرمد بدوامك، حتى نكون أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، ونكون بمنك وكرمك أقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة، اللهم أمين. وبعد، فدعني أخي الكريم الأستاذ طارق. أي نعم شيخنا، تفضل. دعني في هذه اللحظة، ونحن الآن بعدما رفع الأذان للصلاة الوسطى صلاة العصر، أتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يرزقنا الله جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ والخلل في القول والعمل، وأن يستعملنا لنصرة دينه وأن لا يستبدلنا،
وأن يختم وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ففي الصحيح إن في كل جمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى ما سأل. فاللهم إنا نسألك ما يسألك ملائكتك ولا سيما المقربون وأنبياؤك ولا سيما المرسلون وجميع خلقك ولا سيما أولئك الصالحون ويسألونك إلى يوم الدين، فأجبنا كما أجبتهم وتجيبهم فضلا منك وكرما، ونعوذ بك من جميع ما استعاذوا بك منه ويستعيذون بك منه يوم الدين، فأعزنا كما أعزتهم وتعيذهم فضلا منك وكرما. اجعلنا ممن دعوك فأجبتهم، وسألوك فأعطيتهم، وتضرعوا إليك فرحمتهم، واستنصروك فنصرتهم، إنك سميع قريب مجيب الدعوات أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك يا رب العالمين، ليس لأحد من الخلق فيه شيئا. أما بعد، الحجاب أخي الحبيب الأستاذ طارق والمشاهدين الكرام لهذه القناة، الحجاب فريضة شرعية، فريضة شرعية وضرورة بشرية. فريضة شرعية لقول الله عز وجل في الآية التي ذكرتها حضرتك من سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين في أي عصر في أي مصر إلى أن تقوم الساعة يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى الحكمة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. وأخت هذه الآية في نفس الحكم في كون الحجاب فريضة شرعية وضرورة بشرية قوله تعالى في سورة النور، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الحديث الصحيح الشريف الكثير من النصوص النبوية، يعني وكلهما منزل، فالقرآن الكريم منزل والسنة النبوية المعصومة الصحيحة منزلة كما قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب القرآن والحكمة هي السنة النبوية المطهرة. يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الشرطة اللي بيضربوا الناس بغير ذنب وبغير جريرة وإيش وغيرهم، أو قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس من غير ذنب غير جريرة. ثم الصنف الثاني ومحل الشاهد ونساء كاسيات عاريات، جمعنا بين الضدين كاسية وعارية في نفس الوقت، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا، في بعض الوقت توجد من مسيرة 500 عام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا الوجه والكفين، وأشار النبي صلوات الله وسلامه عليه فداه أبي أمي إلى وجهي وكفين صلوات الله وسلم. إذن هذا حكم الحجاب. معي أستاذ طارق؟ نعم معك شيخنا. أما ما هو الحجاب؟ الحجاب هو اللباس الذي تلبسه المرأة المسلمة، تلبسه المرأة وله شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة، هذا الشرط الأول، أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون زينة في نفسه لقوله تعالى وليبدين زينتهن. الشرط الثالث أن يكون فضفاضا، أن يكون واسعا فلا يكون ضيقا بحيث يحدد معالم الجسم، أن يكون فضفاضا، وإلا لكان كاسية، وإلا كانت التي تلبس الملابس الضيقة كاسية عارية في نفس الوقت. يبقى أن يكون ساترا، أن لا يكون زينة في نفسه، أن يكون فضفاضا، وأن يكون ثقيلا لا شفافا يصف ما تحته، لا يكون أن يكون ثقيلا، يعني لا يكون شفاف بحيث يبين لوح، يبين لون البشرة من البياض أو الحمرة أو ما سوى ذلك. ساترا لا يكون زينة في نفسه، أن يكون فضفاضا، أن يكون ثقيلا لا شفافا. وبعدين كذلك من شروط كذلك ألا يشبه لباس الرجال، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الرسول المرأة تلبس لبسة الرجل، وألا يشبه لبس الكافرات،
فالمسلمة ينبغي لها أن تحذر أن تتشبه بالكافرات في زيها، في ملابسها، في أعيادها، في عباداتها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألا يكون لبس شهرة، ففي الحديث الصحيح: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة ثم ألهبه عليه نارا. وألا يكون للفخر والخيلاء، لقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه شروط لباس أو حجاب المرأة المسلمة: أن يكون ساترا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين، ألا يكون زينة، أن يكون فضفاضا، أن يكون ثقيلا لا شفافا، ألا يشبه لباس الرجال، ألا يشبه لباس نساء الكافرات، ألا يكون لباس شهرة، ألا يكون ثوب فخر وخيلاء. إن الله لا يحب كل مختل فخور. ولباس المرأة المسلمة وحجاب المرأة إذا توفرت هذه فيه الشروط، هذه الشروط الثمانية أو التسعة، فهو لباس التقوى. والله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لباس المرأة المسلمة هذا، وهذا الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة، هو حياء وستر، والله تعالى يحب الحياء ويحب الستر. في الحديث الصحيح: إن الله حي كريم يحب الحياء ويحب الستر ويحب الستر، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه. الحجاب إذا توفرت فيه هذه الشروط كان حجاب ولباس طهارة، طهارة للقلب وطهارة للنفس. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبعدين حماية وصيانة لها من الأذى، لأن المرأة إذا تبرجت وكان منها السفور وأبدت زينتها أبدت محاسنها، يطمع ذلك فيها من في قلوبهم مرض. ولذلك قال الله تعالى في الكتاب الكريم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. حجاب المرأة المسلمة بهذه المواصفات إيمان، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ربنا لم يأمر بأمر، ليس أمام المؤمن خيار في أمام هذا تنفيذ هذا الأمر، لابد له من التنفيذ، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. هكذا أخي الحبيب. نعم شيخنا، السؤال الأول سائل بيسأل بيقول إن هو بيشعر بهم وضيق شديد وضيق في الصدر منذ رمضان الماضي، وبيطلب من حضرتك الدعاء وبيسأل ماذا يفعل حتى يخرج من هذه الحالة من الهم والضيق والحزن. نوصيه بالإكثار من ذكر الله عز وجل، هذه وصيتي له، الإكثار من ذكر الله، والفائدة المرتقبة والثمرة العاجلة لذكر الله طمأنينة القلب وذهاب القلق عنه. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أوصيه بنوع خاص من الذكر وهو التسبيح لله تعالى، ولذلك قال الله تعالى رسول عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني الضيق دي لها سبب، قد يكون بسبب كلام الناس، قد يكون بسبب المعيشة، قد يكون بسبب قلة ذات اليد، أي ما كان السبب. يقول تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وفي فضل التسبيح يقول المولى عز وجل عن سيدنا يونس بن متى ذنون، الذي وردت قصته في أكثر من سورة في كتاب الله، في سورة الأنبياء وفي سورة الصفات وغيرها. يقول تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع الإجابة الفورية: فاستجبنا له. الفاء تفيد التعقيب، يعني بسرعة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى هذه النجاة لسيدنا يونس ليست خاصة به وليست إسبيشال إذا صح التعبير به، إنما هي لكل مؤمن. وهذا وعد الله الذي كان وعده مأتية ووعده غير مكذوب، ومن أوفى بعهده من الله. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاللهم يا من هذا كلامه، نجنا وكل مؤمن وصاحب هذا السؤال خاصة، نجي من كل غم. ثم يقول تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. لأن يونس لما ركب السفينة ضاق صدره من عدم استجابة قومه له، فأول سفينة ركب فيها وبعدين تأرجحت السفينة وقادت تفقد توازنها وقادت تغرق بمن فيها. فاقترحوا فيما بينهم إن واحد يلقي بنفسه في اليم لكي يضحى بالجزء مقابل نجاة الكل. فمن الذي سيلقي بنفسه؟ أجر القرعة.
في كل مرة تخرج القرعة باسم سيدنا يونس عليه السلام، ولذلك يقول تعالى فساهم، يعني أدخل قرعة، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت، يعني الحوت ابتلعه، فالتقمه الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين، وهذا محل الشاهد، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لولا أن سيدنا يونس كان من المسبحين، والمسبحين اسم فاعل والأسماء تفيد الثبات والدوام، لولا تسبيحه السابق لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة إلى يوم البعث. يقول تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كما أوصيت كذلك ومن كان على شاكلته ومن كان على حالته بالإكثار بل إدمان الاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران الكريم فضل الاستغفار في سوره نوح، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. وايه اخرى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وايه ثالثه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله الى اخر هذه الايه الكريمه في سوره هود. وهكذا فالاكثار من الذكر ولسما التسبيح والاستغفار ان شاء الله. ان شاء الله. سؤال اخر شيخنا السائل بيقول هل يجوز صيام الثلاثه ايام القمريه في اي يوم من ايام الشهر؟ الجواب باختصار شديد، إذا قلنا أيام قمرية يبقى لابد أن تكون القمرية التي يكون فيها القمر مكتملة. ولعل صيغة السؤال لو تقرأه لي بالنص أستاذ طارق حبيبي النص. أي نعم. نص السؤال. أي نعم. سؤالنا النص السؤال بيقول إن هل يجوز صيام الثلاث أيام القمرية في أي يوم من أيام الشهر لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم تحدد هذه الأيام؟ لا، العبارة الأخيرة دي غير مضبوطة يا أستاذ طارق. أي نعم. كون الرسول لم يحددها، لا، الرسول حددها في رواية الترمذي. في رواية الترمذي الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر فقال إذا صمت فصم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، يبقى كده الرسول حددها. وبذلك تسمى هذه الأيام الأيام البيض لأن القمر يكون فيها مكتملة. وذلك في الأمثال العادية يقول لك أمر 14، أمر 14 يكون مكتمل تماما. فبعدين الأيام البيض الرسول أوصى بها اللي هي تعتبر فيها زكاة عن الجسد، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد في جسد كل إنسان 360 مفصل من المفاصل دي. مفاصل دي اللي هي في الأصابع وفي الرجلين وفي الظهر وهكذا 360، وعلى كل مفصل من هذه صدقة. هذه 360 صدقة يغني عنها صيام 3 أيام من كل شهر، والرسول حددها 13 14 و15. وكذلك نوم على وتر، لازم يصلي الوتر قبل ما ينام، وصلاه الضحى واقلها ركعتان كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. في الحديث اوصاني خليلي بثلاث اللي ادعون حتى اموت: صلاه الضحى ونوم على وتر وصوم ثلاث ايام من كل شهر. والمطلق في حديث قيد في حديث اخر، يعني اذا كان الحديث لم يبينها حديث اخر بينها. ولذلك عندما نجمع الاحاديث المتحدثه في موضوع واحد يتبين ان الرسول حددها بانها 13 و14 و15. لكن لو هي صامت اي ثلاث ايام من الشهر يعني يجوز لها هذا، والحسنة بعشر أمثالها، وبالتالي يتحقق لها صيام الدهر، لأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها يكون قد صام الدهر. لكن لا تكون الأيام القمرية التي نص عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. معنا أبو أحمد من مصر، أهلا بك أبو أحمد. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. عليكم يا فندم. تفضل باختصار لو سمحت. حضرتك نعم. تفضل. ألو. سامعينك. السلام عليكم. اتفضل بقول لحضرتك يا فندم، احنا من 2013 واحنا بنسمع ما هي الافكار المتطرفه اللي بنسمعها، عايزين نعرف بس ايه الافكار المتطرفه اللي بعض الناس بينادوا بيها. طيب ماشي، شكرا ابو احمد. هو السؤال مش واضح صراحه بشكل كبير، هو بيتكلم على الافكار المتطرفه وما هي الافكار المتطرفه. اتفضل شيخنا. اتفضل شيخنا. سؤال مهم يسال، هذا السؤال اللي بيقولوه، يعني اللي بيقول افكار متطرفه نسالهم هم، فالكلام عن نيه المتكلم. اي نعم. الكلام عن نيه المتكلم. لكن الاسلام ليس فيه تطرف وليس فيه، الاسلام كله الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وسط. قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لكن كون ان انسان مسلم يكون متمسك بسنه الرسول وقال عننا متطرف، لا، ليس هذا تطرف، لان الله تعالى قال الرسول فاستمسك بالذي اوحي اليك. فاستمسك، يبقى المتمسك بالسنه ليس متطرف،
المتمسك بما كان عليه الرسول والصحابه ليس متطرفا. والله تعالى يقول في سوره الاعراف: والذين يمسكون بالكتاب. يعني المسلم مطالب في خاصه نفسه بان يستمسك هو قولا وعملا بما جاءه عن الرسول عليه الصلاه والسلام بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ويدعو غيره: اصلح نفسك وادعو غيرك. فاستمسك. والايه الاخرى في الاعراف: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. يبقى الاسلام كله وسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيء. فصاحب هذا القول هو الذي يسال: ماذا تريد بالافكار المتطرفه؟ ودلل على ذلك، مثل له، هات لنا امثله، ثم يكون الرب عندها ان شاء الله، ولكل حديث حديث ولكل مقام مقال. نعم. معنا سهام من مصر، تفضلي. انا كنت مسافره قلت الشيخ يومين ثلاثه كده عن القرين، وقال لي فعلا بيتسبب في الاسقاط الجنين. انا بس عايزه توضيح، هل هو ممكن بحكم الاجل اللي هو بتعرض ده ممكن هو ينزل ميت؟ طيب شكرا، شكرا استاذه سهام. هي كانت سالت قبل كده شفنا في حلقه سابقه، خليكي معانا يا استاذه سهام. كانت سالت في حلقه سابقه قبل كده على مساله القرين، وكانت يعني في حاله اجهاض تمت، فهي خايفا ان الموضوع ده يكون له علاقه بهذه الامور وما الى ذلك. فبتسال هل فعلا ممكن يتدخل في مساله الاجل ومساله يتسبب في الوفاه مثلا لطفل او لجنين او ما الى ذلك؟ لا، هو أول قرين، القرين عفوا قلنا سابب بالحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. لكن ما الذي يعين على التخلص من شرر ومن ضرر ومن خطر هذا القرين؟ الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله تعالى حسن حصين. وذلك أختنا سهام إذا كانت لازالت معنا الخط، الحسن الحصين من الذي يقي ويمنع ويعني يحمي من ضرر هذا القرين هو الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني إيه النص، وقراءة القرآن بكثرة وإلمام. ولذلك يقول تعالى في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقرأ، وبعدين هناك بعض الآيات خاصة، بعض سور خاصة، ولا سيما سورة البقرة. فسورة البقرة عندما تقرأ في بيت تفر منه الشياطين، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الرسول: أخذها بركة، سورة البقرة بالذات، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، المقصود بطل هم السحرة، ولا يستطيعها البطلة. وبعدين إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن بعض الناس بيجيب لي تسجيل أو يفتح الكمبيوتر ويسيبه يقرأ وهو في شغل وهو في تلهن وانصرف تمام عن القرآن. لكن لا، البركة من أن صاحب البيت نفسه يقرأ، صاحبة البيت نفسها تقرأ، الشخص نفسه يقرأ، المصاب عند الحالة دي هو يقرأ نفسه، يقرأ القرآن الكريم، وله أن يأتي ببعض المياه ويقرأ عليها سورة البقرة أو ما يتيسر له، ويشرب هذا الماء وينوي به الشفاء. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كان تعتريه بعض الآلام المزعجة حتى يكاد ينقطع عن الحركة، تماما. يعني إصابة عضوية، إصابة بدنية، إصابة جسدية، وده جزء متعلق بحلقة الشفاء اللي تكلمنا عنها قبل ذلك. فيقول: كنت آتي إلى البقرة فأقرأها وأتحسس على الموضع الذي يعني يألمني من جسدي، فأجد من العافية ما لا أجده من الأدوية. وأيضا يقول: كان يأتي بقدح من ماء زمزم فيقرأ عليه ما يتيسر عليه من كتاب الله عز وجل، ثم يشرب هذا الماء بنية الشفاء والدواء، فيجد من العافية ويجد من الصحة ويجد من القوة والنشاط ما لا يجده من الأدوية العضوية والكيماوية. فلذلك هذا سبيله. ولكن أختنا سهام لي وصية خاصة، لأنها بتذكر برضو أن مسألة أن هي يعني ربما هي أو أخت من الأخوات بتقول أنه بتقرأ قرآن ومع ذلك يعني البنت عندها مهندسة أو شيء من هذا القبيل، وبعدين ما بيأتيهاش أحد. أقول: خير علاج لهذا الدعاء صباحا ومساء، وعقب كل صلاة من الصلوات الخمس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وبوار الأيم وفتنة المسيح الدجال وبوار الأيم. هذا دعاء مهم جدا لمن تريد أن تزوج ابنتها، ومن يريد أن يزوج ابنه. تشكو بعض الأخوات من أن لبنتها يعني مهندسة وبتشتغل في شركة انترناشونال يعني عالمية، ومع ذلك يعني يأتيها ناس وينصرفون سريعا. يبقى عليك بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل،
عذبت من غلبة الدين وغلبة العدو وبوار الأيم، مهم جدا الجزئية دي، وبوار الأيم وفتنة المسيح الدجال، وأسأل الله تعالى أن يصرف عنكم شر الجن والإنس أجمعين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مع الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. معنا سعاد من مصر. سعاد أهلا بيكي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي بالسؤال باختصار لو سمحتي. حضرتك أنا بعت بسأل على الواتساب، هل ممكن أقول سؤال في رؤية للرسول عليه السلام ولا الشيخ ما بيفكرش رؤية للرسول عليه السلام في الرسول؟ لا يعني مسألة تفسير الرؤى والأحلام يفضل أنت تبعتيها مكتوبة وإحنا نسألها للشيخ، وهو الشيخ يعني الشيخ يشوف يعني لو هو عايز يرد عليها أو براحته يعني. أنا مش عارف أكتبها، أنا هقولها بس أنا هقولها في سطر بس. تفضلي تفضلي. حضرتك دلوقتي اللي شافت الرؤية دي واحدة عندها 60 سنة، شافت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هي قاعدة، بس هي شكلها مش في سن 60 سنة، في سن واحدة كده عندها 28 30 29 كده يعني في آخر العشرينات، وشكلها اللي هو يعني شكلها جميل جدا يعني مش من ناحية الشكل، من ناحية الهيئة والهيئة. طيب أستاذة سعاد كده 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 الجملة خلصت. استاذ سعاد احنا بنشكرك، شوفي استاذ سعاد عذرا كده الكلمه خلصت، فانت ابعتي لنا السؤال مكتوب او الرؤيه مكتوبه وهشوف ان شاء الله الشيخ لو عنده اي تعليق على الموضوع اللي سمعه حتى الان ان شاء الله. اتفضل شيخنا لو عند حضرتك تعليق على هذا الامر. حاضر حاضر. انا اقول لاختي الاخت اللي معانا على الخط معانا حبيبي استاذ طارق. استاذ سعاد ما فقدناها شيخنا. طيب ماشي، على كل حال لعلها تتابع البث المباشر الآن أو تسمع التسجيل بعد ذلك. نحن غالبا نتحدث في الأحكام ولا نتحدث في الأحلام. أي نعم. نقطة مهمة في الأول، نتحدث في الأحكام ولا نتحدث في الأحلام، هذه واحدة. الأحلام أو الرؤى علم مستقل، علم مستقل، ولذلك يعني في عندنا كتب الحديث كصحيح البخاري ومسلم وغيره من كتب الأحاديث المصنفة على أبواب الفقه، كتاب يسمى كتاب الرؤى أو يسمى كتاب التعبير أو كتاب الأحلام، ويعني فيه نصوص كثيرة من مثل قوله تعالى يا بني إني أرى في منام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وكذلك قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت مستدين، فهو علم. والحديث صحيح أول ما بدأ به رسول الله من الرؤية من الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق سر، هذا بوجه عام. الأمر الثاني، رؤية الرسول في منام حق، وفي الحديث الصحيح عند البخاري من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. الرسول ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله عصم شخصية الرسول من أن الشيطان يتقمص شخصيته أو أنه يعني إيه يتشكل بشكله وبهيئته صلى الله عليه وسلم. فرؤيا النبي في المنام يعني صدق لا تدل على خير. ونصيحة عامة وأختم، اللي يرى رسول الله في المنام أو يرى شيء في المنام ويكون سار ينشرح له صدره وتبتهج له نفسه، فليسأل الله تعالى خيره وليساعد الله من شره، ولا يقص هذه الرؤية إلا على محب أو عالم. محب كأب كسيدنا يوسف قص رؤيه على أبيه، ولا يقصها على أخيه. ولذلك سيدنا يعقوب قال لابن يوسف إيه لما قال له يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم سجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الأخ ممكن يحسد أخاه، ممكن يحسد أخاه، لكن الأب لا يحسد أولاده. الأب يتمنى أولاده يكونوا أحسن منه، فلذلك تقص رؤياها على أمها على أبيها، ولا تقصها على أختها، ولا أو على عالم بالأحلام، عالم بالرؤى، أما على ذلك فلا تقصها على أحد الأطلاق. أما إذا كان ما يرى في المنام مزعج ويعني النفس تكتئب منه وتغتم فلا يقصه على أحد إطلاقا ولا يحس به أحدا. وإذا تنبأ أثناء الرؤية وأثناء الحلم، لأن يحس الرؤية من الله والحلم من الشيطان، يغير طريقة منامه. إذا كان على الشمال يقلب على الجنب اليمين ويدخل عن يساري ثلاث مرات ويتوضأ ويصلي ركعتين ويقول يا رب البيت أعذني من شر ما رأيت، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لا يصيبه شيء يسوءه مما رأى في منام مزعجا له إن شاء الله. إن شاء الله. معنا شريف من مصر. شريف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل باختصار استاذ شريف. كنت عاوز اسال فضيله الشيخ عن فرض الصلاه على الاطفال. من ولا يستوي البر والفاجر ولا يستوي المتقي والفاجر. نعم. شيخنا في سائل بيقول ان هو بيلعب العاب الكترونيه معينه، الالعاب بيكون فيها اشكال مش حقيقيه
زي مثلا هياكل عظميه، وحوش او حاجات بتصحى وبتموت وتصحى تاني وما الى ذلك. فبيقول هل لعب اللعبه دي حرام ولا حلال؟ القول الفصل في اللعب بالالعاب الالكترونيه استاذ طارق والمشاهدين اللي احبه، الجواز بضوابط، الجواز بضوابط. الضابط الاول ان يكون في هذه الالعاب الالكترونيه تعظيم للباطل، كان يكون فيها تعظيم للصليب، كان يكون فيها يعني افكار ضد الاسلام وضد المسلمين، يسوع المخلص. ده طبعا كلام باطل، لان لا تزر وازره وزر اخرى، هذا واحد. يبقى لا يكون في هذه الالعاب الالكترونيه محاذير شرعيه، هذا واحد. الا تشغل عن ذكر الله ولا تشغل عن الصلاه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن القمار ونهى عن الميسر ماذا قال؟ وإنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في القمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الشرط الأول ألا تكون في هذه الألعاب أشياء تخالف العقيدة الشرعية، ألا تشغل اللاعب عن الذكر، عن ذكر الله وعن الصلاة، ألا يكون فيها صور نساء لنساء عاريات، ألا تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين اللي بيلعب واللي بيلعب معاه وهكذا، ألا يكون فيها إساءة، ألا يكون فيها إساءة للمسلمين. بهذه الضوابط لا بأس بها إن شاء الله تعالى. وبعدين إذا كان فيها قتل كما تفضلت في السؤال، إذا كان فيها قتل وحي أماتة، القتل إذا كان قتل بحق، قتل بحق يبقى لا بأس. لكن إذا كان قتل اللي بيعملوا البلطجية والمفسدون في الأرض يبقى لا يجوز، حتى لا يزرع بذور الشر في نفسية اللاعب أنه ممكن يقتل إنسان آخر بغير واقع حق، لأن القتل جريمة، يعني جريمة كبرى تساوي الشرك بالله عز وجل. ولذلك الرسول يقول اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن؟ رسول الله قال شرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيوة. نعم. سائل بيسأل شيخنا بيقول ما معنى لباس الشهرة؟ أيوة، لباس الشهرة يعني لباس كده لما 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 صاحبه يلبسه يقول لك بس ده فلان، بس هو ده، هذا معنى لباس الشهرة، يعني لباس يميزه، يتميز به عن بقية الناس، لباس الشهرة. وفي نيته هو، والمرجع في الموضوع كله إلى النية، يعني يقول لك ده لباس ده فلان، ده بس اللي بيلبس اللباس ده بس، هذا لباس شهرة. ولذلك في الحديث من لبث ثوب شهرة، حديث صحيح، من لبث ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة ثم ألهبه عليه نارا، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه. والكلام ينطبق هنا عموما على الرجال والنساء عموما يعني. نعم. أي نعم. شيخنا سائلة بتسأل بتقول طبعا اسمح لي، لكن لا يدخل في هذا طبعا لباس المهنة، يعني مثلا بعض المهن زي الكهربائي له لباس معين، المهندس له لباس معين في المواقع، بحيث انه هو يعني يكون معروف مثلا لباس يعني علماء الدين، هذا مش لباس شهر، لكن ده لباس مميز له، يعني لما يكون انسان معروف مثلا كطلبة الازهر مثلا على سبيل المثال معروف لبسه هذا، فمن يرونه على هذا زي يعرفون انه عالم دين وانه يسأل وانه يستفتى وانه يرجع عليه وهكذا. لكن لباس الشهر يكون متميز، يعني شيء في النفس، شيء في نفس الانسان والعياذ بالله. والحديث النص القرآن يقول ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا، والنص يقول لله ما في السماوات وما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله. نعم. اي نعم. معنا محمد من مصر. محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل باختصار محمد. عايز اسال فضيله الشيخ عن الزكاه المفروضه. الزكاه المفروضه في زكاه الفطر وزكاه الزرع، طب بالنسبه لواحد موظف هل يكون في زكاة على كل قبض شهر يعني؟ تمام. يبقى في زكاة مفروضة ولا تبقى صدقة؟ تمام، واضح السؤال أستاذ محمد، شكرا جزيلا ليك. شيخنا السؤال ده أعتقد إحنا كنا جاوبنا عليه في حلقة سابقة، لكن مش مشكلة إحنا نجاوب مرة أخرى بعد إذن حضرتك طبعا. عن مسألة الزكاة على الراتب الشهري. حاضر حبيبي إن شاء الله. هو طبعا اخونا الكريم جزاه الله خيرا يقول في زكاه الزرع وقال زكاه الفطر، في زكاه اخرى زكاه الذهب والفضه، في زكاه عروض التجاره، يعني الزكاه انواع كثيره، انواع كثر، زكاه عروض التجاره، زكاه النقدين الذهب والفضه، زكاه الزروع والثمار يقول تعالى واتوا حقه وما حصاده الى اخر هذه النصوص. لكن بالنسبه للموظف اللي هو له دخل شهري ثابت دوري منتظم شهريا، قلنا قبل ذلك زكاه الراتب، قلنا انا يعني الاصل في الزكاه الشروط اربعه، شروط أربعة: بلوغ النصاب، 2 مرور الحول الهجري، 3 الملكية التامة، 4 فراغ الذمة من الانشغال بدين يستغرق السيرة النقدية. هذه الشروط أربعة التي بها تجب الزكاة: بلوغ النصاب، مرور الحول الهجري، الملكية التامة بحيث يتصرف فيها كيفما يشاء لا يحول بينه حائل، وبعدين الشرط الرابع أن تكون ذمته خالية من الانشغال بدين يستغرق السيرة النقدية. لو فرضنا واحد من الناس يعني تحت ايده مبلغ من المال
هو مديون. والنهارده في النهارده تاريخ الشهر النهارده 24/6، لو فرضنا طلع زكاه النهارده هو مديون ب 1000 جنيه، مديون ب 1000 جنيه، والمال اللي تحت ايده عليه زكاه فيه لله تعالى 1000 جنيه. هو لو سدد ال 1000 جنيه اللي عليه مش هيبقى عليه زكاه. يبقى وبالتالي لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبعدين الايه الفاصله في هذه القضيه، الايه الفاصله في هذه القضيه، انا راجل راتبي ماليش دخل الا راتب الشهر، لما بيجي الراتب باكل منه واشرب منه والبس منه وادفع كهرباء منه وادفع مواصلات منه واكسي اولادي منه واصرف رسوم اولادي في المدارس منه كله، وبعدين ممكن قبل ما ينتهي الشهر يكون انتهى الراتب، ما تبقى عندي شيء، يبقى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. ولذلك الزكاه تكون على المال الفاضل الفائض عن الحاجه. ولذلك الايه الفاصله في هذا المقام قوله تعالى في سوره البقره: ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. اسمعوا مني احبتي في الله تعالى، يقول العلماء كل عفو في القران الكريم، كل عفو في القران الكريم فهو الصفع والسماحه الا عفو البقره لهذه الايه، والتي يقول تعالى فيها: ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هنا مش الصفع، لا، العفو هنا المال الفائض عن الحاجه هو الذي تجب فيه الزكاه، لانه لما يبقى عندك راس مال من المال، مبلغ من المال، وتمر السنه ولا تمد يدك اليه، مع ذلك انه فاضل عن حاجتك، فائض عن حاجتك، فبالتالي تجب فيه الزكاه للفقراء والمساكين الذين ليس عندهم شيء، وهذا قول الفصل في القضيه دي. نعم. أينا. سائله بتسال شيخنا بتقول ان والدتها عايزه تعتمر من مالها الخاص من ارثها من 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 والدها يعني، ولكن زوجها يرفض، يعني اللي هو ابو السائله يعني. فهي بتسال هنا بتقول هل ينفع انها تروح تعمل عمره بدون موافقه الزوج؟ الجواب باختصار، اولا لو ان الزوج نفسه، عفوا السؤال الاولاني، هل العمره دي عمره الفرض ولا عمره تطوعيه؟ هذا سؤال. في عمره فرض شيخنا؟ يعني العمره نفسها في منها فرض؟ العمره في منها فرض؟ النص يقول تعالى: واتموا الحج والعمره لله. هذا نص قراني. وبعدين تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب، او كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كانت عمره الفريضه مثلها مثل حج الفريضه، مثلها مثل الصلاه مثل الصوم، فهل المراه تستاذن في الصلاه لكي تصلي زوجها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ هل تستاذن المراه زوجها لتصوم رمضان؟ لا، الفرائض لا اذن للزوج فيها، لان اذنها مع ربها ممن شرع لها هذا الامر. صاحب الاذن الاول الله جل جلاله. وبعدين هذا جانب، اذا كانت عمره الفريضه يبقى لا اذن، انما يعلم حتى يرتب اموره. اما اذا كان عمره تطوعيه لا تخرج الا باذنه. وبعدين بعدين الفلوس، سواء كانت المال اللي هيتكلف به وبعدين تخرج العمره اللي عمره الفريضه بتوفر الشروط، الامر الاول الاستطاعه مع وجود المحرم، وبعدين بعد ذلك الايه اللهم صل على سيدنا محمد، بعلم الزوج يكون عنده خبر، عنده خبر بهذا الامر، ولا تستاذن في عمره الفريضه ما دام من مالها اللي اكتسبت. والمال اللي بيدخل في ملكيه المراه قد يكون ورثته عن ابيها، قد يكون اعطاها زوجها هذا المال، لا باس بذلك ان شاء الله تعالى، لو خرجت حتى على نفقه زوجها لا باس بذلك ان شاء الله. نعم. في سائله شيخنا بتسال بتقول ان والدتها توفت، وقبل ما تتوفى كانت في رعايتها، هي كانت والدتها مريضة بمسألة الغسيل الكلوي، فكانت هي اللي بترعاها دون أولادها، أولادها التانيين كانوا سايبينها ما بيرعاهاش، لكن هي بس اللي كانت بترعاها. فوالدتها كتبت ليها شقة باسمها في حياتها بعد ما توفت الأم، فالإخوات بعد ما توفت الأم قالوا للبنت إن كده أنت خليفة شرع الله، وإن الأم خلفت شرع الله، فهي بتسأل على حكم الله في ذلك، هل ترد الشقة لإخواتها مرة أخرى ولا تعمل إيه؟ يعني لو لخصت لي السؤال يا حبيبي. السؤال بيقول لشيخنا، يعني الأم كانت في بنت من بناتها هي اللي بترعاها في حياتها، فكتبت لها شقة باسمها. طيب. بعد ما توفت الأم. هي كل ممتلكاتها يا أستاذ طارق؟ إيه؟ هي كل ممتلكاتها ولا هي دي الشقة بتاعتها اللي عندها؟ والله شيخنا السؤال مش موضح، هو السؤال كتب إنها شقة يعني. على كل حال. على كل حال، إذا كان هذا لا يجوز. إذا كان هذا لا يجوز، ولذلك الله سبحانه وتعالى جل جلاله جل مذكوره وعز مراده، موضوع توزيع التركات بالذات لم يتركه لأحد من الخلق، حتى لأحب الخلق إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تولى الله تعالى من فوق سبع سماوات توزيع التركات، فقال: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروضة. وبعدين فصل هذا النصيب في الآية 11 و12 من سورة النساء، والآية 176. أرجو أحبائي يسجلوا الآيات ديت،
الآية 11 و12 من سورة النساء و13 و14 والآية 176 آخر آية في سورة النساء. في هذه الآيات فصل الله تعالى المواريث بالضبط. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن نعم. كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل حلم. لكن شيخنا ولد أي نعم. لم يكن شيخنا عذرا معلش بس في نفس المسألة هذه، يعني هي ألا يعتبر الموضوع ده مثلا هبة من الأم في حياتها لأنها كتبت الشقة في حياتها؟ ما هنا النص ايه في السؤال يا استاذ؟ ايوه احنا كده محتاجين تفصيل وتوضيح اكتر في النص مكتوب ايه بالضبط اللي عند حضرتك في الكنترول. اي نعم تمام خلاص شيخنا. انا مثلا بنطلب من السائله دي انها تبعت لنا السؤال مفصل بشكل اكتر وتوضح بشكل اكبر ايه اللي حصل بالضبط بحيث ان الاجابه تكون فعلا مناسبه لمقتضى السؤال. نعم طيب. الهبة شيء والوصية شيء والبيع شيء، دي كلها عقود، دي كلها مصطلحات شرعية، فلا بد من بيان. إذا كانت وصية لا تجوز، كانت وصية لا تجوز. الحديث الصحيح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة كما في حسع، والمرأة تدخل تبعك، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيجور في وصيته فيكون من أهل النار. ولذلك الجور في الوصية ده ذنب عبيد، ذنب كبير. وذلك الآيات الثلاث 180 و181 و182 من سورة البقرة 180 و181 و182 يقول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وهنا الوالدين غير الوارثين، الوصية للوالدين والأقربين المعروف حقا للمتقين، فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الله سبحانه. فمن خاف من موص جنفا، يعني الحاضرين خافوا إن الموصي يجور في الوصية، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نعم. أي نعم. في سؤالين شيخنا مرتبطين ببعض. السؤال الأول بتكلم سائلة بتقول إن قبل العيد الماضي بيوم أخذت هي وزملائها إذن من مدير المدرسة إن هم ما يحضروش المدرسة، وإن المدير هيمضي مكانهم إنه كأنهم حضروا يعني، ولكن حصلت مشكلة في هذا اليوم مع زميلة ليهم، والزميلة اشتكت المدير في النيابة الإدارية، وهم الآن مدعوين للشهادة هل هم فعلا حضروا أم لا. فهي بتسأل بتقول هل ينفع أن احنا نكذب عشان ما نضرش المدير اللي عمل هذا الأمر، وماذا ما العمل يعني؟ النص الكريم يقول تعالى فيه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. النص الكريم يقول فيه المولى عز وجل يعني الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا إلى آخر هذه الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول على مثل ما ترى الشمس فاشهد، مثل ما ترى الشمس تماما تماما. والحديث نص القرآن يقول تعالى فيه واجتنبوا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يبقى يشهد بالحق وإن وقع فيه ضرر فالصدق أنجى، الصدق أنجى إن شاء الله تعالى. وبعدين لعلنا تعرضنا لمثل هذا السؤال أو سؤال كمعه تماس مع قبل ذلك، قلنا لو أن اللي غاب في اليوم ده وما حضرش والمدير وقع عنه أنه حاضر والشخص ده راح ارتكب جريمة من الجرائم سيحتال على التنصل من هذه الجريمة بإيه؟ من واقع دفتر التحضير أنه موقع حضور، وبالتالي ده تعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ناحية أخرى مهمة جدا لو أن حد من الناس اتهم هذا الموظف بتهمة ما بسرقة بزنا بأي كبر من الكبائر وهو مداوم بالفعل ومسجل انه حاضر في الفعل، دليل البراءه انه هو حاضر بشهاده زملائه وبشهاده الاوراق الثبوتيه. فلذلك نقول في هذه القضيه على مثل ما يرى الشمس يشهدون ويتقوا الله سبحانه وتعالى، يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يشهدوا زورا. فشهاده الزور قرينه الشرك بالله عز وجل في القران وفي السنه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الا انبئكم باكبر الكبائر، وكان متكئا، الا انبئكم باكبر الكبائر، قالوا يا رسول الله، قال أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلق، قلت ثم أي؟ قال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور، واعتدل وظل يكرر شهادة الزور حتى كان الصحابة يقولون ليته سكت. فشهادة الزور أخت الشرك بالله في القرآن الكريم وفي السنة، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم أي نعم. طيب شيخنا في سؤال بيقول
خاص بموضوع رؤية في الزواج. يعني في واحد تقدم لبنت عشان يتجوزها والرؤية كانت في مكان عام، كان المفروض أنه يشوفها في مكان عام، وكان أخوها موجود معها، ولكن لما تكلموا مع بعض يعني أخوها سابهم يمشوا مع بعض مثلا شوية في المكان، فهل يجوز هذا الأمر أم لا؟ المكان عام خلاص، لأنه لا توجد فيه خلوة. يعني المكان عام ليس خلوة، المحظور الخلوة. نص الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل من امرأة ولو كان بمريم بنت عمران، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان الثالثهما، أو كما قال رسول الله. لكن شيخنا، هل في اللقاء ده يعني لو هو تمشى معها مثلا، هل ينفع أنه يقول لها كلام مثلا غزل أو كلام مدح أو كده؟ لا طبعا لا، هو هناك ضوابط استرق، ضوابط لكلام وتواصل الخاطب مع المخطوبة. أي نعم، إذا خطب، إذا وقعت الخطوبة، يعني ضوابط أنه لا يتكلم معها بالكلام الفحش هذا، إنما هو من باب بس تعرض، ولذلك ما يخلوش بها ولا يخرج بها ولا يسافر بها ولا يجلس معها إلا في وجود محرم، وبعدين يتفق حتى تقع الخطوبة. ولذلك في فترة الخطوبة دي أخذ ورد أخذ ورد، والإسلام ينظر الخطوبة على أنها مجرد وعد بالزواج. ده إذا وقعت الخطوبة مجرد وعد بالزواج، يا يفي يا لا يفي. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في مكة، وهو سكن في المدينة لأنه من المهاجرين، وفي مكة لقيه بعض الصحابة وطلب منه يد ابنه من بناته، بنت من بناته، فقال له: إذا عدنا للمدينة، من عد المدينة خلاص قابلني. فرجع سيدنا عبد الله بن عمر إلى المدينة، وبعدين ينتظر الرجل اللي طلب منه إيد بنته وخطبها منه وهو في مكة، ينتظره يأتي، لم يأتي، وحضرته المنية. فقال سيدنا عبد الله بن عمر لأولاده، جمعهم حوله، قد أدركته المنية، قال: إن جاءكم فلان فزوجوه أختكم فلانة، إذا جاءكم فلان زوجوه أختكم فلان. فأبناؤه قالوا: لما؟ اشمعنى هذا بذلك نزوج أختنا؟ قال: لأني أخشى أن ألقى الله تعالى وفي قلبي ثلث النفاق. ثلث النفاق، لأن الحديث يقول: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، أو كما قال رسول الله عليه السلام. معنا يوسف من مصر. مطلوب وعد بس بالزواج، لا يحل له المحرم عليه، ده رجل ما زال أجنبي تماما. تمام، طيب معنا يوسف، أهلا بك يوسف. أهلا بك يا شيخ. أهلا بك، تفضل. تفضل يا حبيبي. يا شيخ، أنا لما كنت صغير كنت جايب قطة معايا على أساس إن أنا كنت هربيها يعني وكده، وكان معايا في البيت، بس هي كانت صغيرة فماتت في الطريق، فهل أنا عليا وزرها؟ يعني أنا ما كنتش فاهم ساعتها. ماشي يا حبيبي، شكرا. يوسف شيخنا يعني اشترى قطة وهي في الطريق، هو ماشي رايح بها البيت أو مثلا في مكان معين، ماتت يعني، فهل عليه ذنب من هذا الأمر؟ يعني هو ما هو لم يتسبب في موتها، لم يتسبب، كانت غير مقصوده. لم يتسبب في موتها، الاثم او الذنب اذا تسبب في موتها، اذا منعنا الطعام والشراب. والحديث يقول: دخلت امراه النار في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فما دام لم يتسبب في موتها فلا اسم عليه ولا ذنب له ان شاء الله تعالى، ولاجل واقدار. نعم. نعم، كان في سؤال ايضا شيخنا متعلق بنفس هذا الامر، موضوع القطط. كانت سائله بتسال بتقول: هل يجوز ان هي تعمل عمليه تعقيم يعني عندها قط ذكر يعني، وعايزه تعمل تعقيم ليه عشان سلوكه يبقى اهدى، فهل يجوز لها ذلك؟ بس يوضح لي بس التعقيم يا استاذ اللي هو يعني تجعله ما يقدرش ان هو يعني يدخل في عمليه تكاثر. اللي هو عمليه الايه، الخصي يعني. أي نعم. تخصي يعني. أي نعم. التعقيم ممكن تعقمه كويس عشان ما ينقلهاش امراض. أي نعم. فكلمه تعقيم لها اكثر من مدلول يعني. هو طبعا طبعا في نهي عن من الرسول عليه الصلاه والسلام عن هذا الامر، الا اذا كان لهدف، الا اذا كان لهدف مشروع. اذا كان لهدف مشروع لا بس، لكن اذا كان لغير هدف مشروع لا بس. نعم. أي نعم. تمام. شيخنا يتناسل، ودي أمة من الأمم، والله عز وجل يقول: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم، ما فرضنا في الكتاب من شيء. والرسول يقول عن هذه الشريحة، يقول: قونا من الطوافين عليكم والطوافات، وهكذا. نعم نعم. هو في شيخنا سؤال، الحقيقة هو السؤال مختصر جدا، ويعني مش عارف هو غير واضح يمكن تقريبا. السؤال بيتكلم على حكم صلاة الفجر قبل دخول الوقت بخمسين دقيقة، ف واضح واضح الجواب يعني. واضح. الجواب تفضل شيخنا. الجواب باين من عنواني يا استاذ طارق. تفضل شيخنا. الله سبحانه وتعالى يقول في سوره النساء: ان الصلاه كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. ومن شروط صحه الصلاه، من شروط صحه الصلاه العلم بدخول الوقت. نعم. العلم بدخول الوقت، فاذا كان قبل الوقت 50 دقيقه يعني كيف يصلي؟ يعني عفوا يعني، والنص يقول: صلوا كما رأيت، النص النبوي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. نص القرآن يقول تعالى فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الرسول كان يصلي بعد الوقت، بعد دخول الوقت، وبعد يرفع الأذان، والأذان فيه إعلام،
يعني في اعلان بدخول وقت الصلاه حتى يتهيأ غير متهيئ ويستيقظ النائم ويستعد غير المستعد ويتوضا غير متوضا وكذا. فكون انه يصلي قبل دخول الوقت لا يجوز، لا يجوز ولا تصح. ومن صلى وفعل ذلك عليه صلاته باطله، ولم تبرأ ذمته ولم تقنع مسؤوليته، عليه ان يعيد الصلاه بعد دخول الوقت. من شروط صحه الصلاه العلم بدخول الوقت، ده شرط صحه، فاذا فقد هذا الشرط يبقى لا صحه للصلاه. نعم. الحقيقه شنو احنا معنا لسه دقيقتين، في سائل بيسال بيقول من قام باسقاط مديونيه عن مدين هل يجوز بعد فتره وبعد تحسن حال المدين ان هو يقوم بالمطالبه بالدين مره اخرى؟ الحديث للعائد هو اسقطه بطيب نفس، اسقط بطيب نفس، وكان ظروفه كان ظروف المدين معسر، صح؟ نعم. النص يقول ان كان ذو عسره فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هو أسقط عنه وطابت نفسه بذلك، يبقى لا يجوز له أن يرجع فيه، لأنه العائد في الوصية والعائد في الهبة، الحديث الصحيح يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء والعياذ بالله. وبعدين النص الكريم يقول تعالى في الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده فرس، ربما إذا كانت الرواية يعني في ذهني، يعني عنده فرس فأخرجه في سبيل الله، أخرج الفرس ده في سبيل الله، تنازل عنه في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا به بعد حين من الزمن يجد الفرس ده بيباع في السوق، فأراد أن يشتريه، يعني الحاجة الخاصة لها معزة خاصة في النفس، فرسول الله نهى عن ذلك، قال لا تشتريه ولو بفلس، ما اشتريهوش بحاجة خالص منه. أي نعم. وصلت شيخنا. نعم، للأسف شيخنا حلقة وقت الحلقة انتهى. في نهاية الحلقة اليوم حياد بنشكرك شكرا جزيلا شيخنا الكريم دكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من يستفتونك. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.